أبرز المناطق المتميزة في مهرجان الشيخ زايد مسرح الأطفال الذي يعد متنفساً رائعاً للصغار في الهواء الطلق، حيث يستقبل الزوار يومياً من مختلف الجنسيات مقدماً برنامجاً غنياً بالمرح والمعرفة عبر رقصات تراثية شعبية وورش تعليمية، إلى جانب فقرات الكرتون المحببة للأطفال والتي تدعوهم للتفاعل والحركة ضمن أجواء مبهجة. ويعد مسرح الأطفال المنطقة الترفيهية التثقيفية التي تستقبل الأطفال بالعروض والأنشطة الفنية والموسيقية الغنية بالثقافة والمرح، أهمها عروض السيرك وعروض الخفة والتمويه، إلى جانب العديد من المسابقات والجوائز ومن خلال خليط تراثي وحضاري. يجذب المهرجان آلاف الزوار وسط أجواء عائلية مليئة بالسعادة ليشكل ملتقى ثقافيا وترفيهيا، كما يحتفي بالقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي وينقلها بفخر لأجيال المستقبل ضمن مجموعة من الفعاليات المميزة.